حدث هذا الأسبوع هو من الفاتيكان، ويمكن البعض عرفوا شنو الموضوع من خلال الترتيلة التي وضعناها في البداية. في 20 حزيران يوم السبت الماضي صدر عن مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار في الفاتيكان رسالة إلى جميع الأساقفة في العالم. هذه الرسالة تنقل رغبة البابا فرانسيس في إضافة 3 تضرعات أو 3 ابتهالات إلى طلبة العذراء مريم التي احنا نسميها أيضا كرياليسون، وهذه الكرياليسون تضم كل صفات العذراء مريم. هل تضرعات الجديدة هي يا أم الرحمة، يا أم الرجاء، يا تعزية وعون المهاجرين؟ إجا في الرسالة، رح نقرأ نص من هذه الرسالة التي وجهت إلى كل العالم. كثيرة هي الألقاب والابتهالات التي حفظتها التقوى المسيحية للعذراء مريم، الدرب المميزة والأمينة للقاء بالمسيح. وبالرغم من قدم هذه الصلاة، لكن هذه الطلبة تملك رابطا قويا مع مراحل حياة الكنيسة والبشرية. يبين هذا النص أنه كل طلبة، كل تضرع دخل إلى الكرياليسون هو يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، تعبر عن العلاقة التي تربط شعب الله الذي يكرم العذراء مريم مع أمنا مريم. وبالتالي كل التضرعات الجديدة هي تعبر عن واقع معين يعيش الشعب، يعبر عن جانب معين من الحياة المسيحية التي فيها الشعب يحتاج بتقوى المسيحية أن يرفع تضرعاته إلى الله بشفاعة أمنا العذراء مريم، حتى يبقى هذا الرابط قوي بين الله أيضا وشعبه. ذكرت الرسالة أنه العديد من الباباوات قرروا حتى في السابق أن يضيفون ابتهالات وتضرعات إلى هذه الطلبة. على سبيل المثال، الرسالة تذكر أنه البابا يوحنا بولس الثاني القديس أضاف إلى الطلبة ابتهال يا أم العائلة كجواب على فترة واقعية في ذاك الوقت، فترة مثلت تحديات كثير كبيرة للعائلة، ولا زالت اليوم زمننا يمثل أيضا هذا التحدي. وإحنا نضيف أيضا مثال آخر، أنه البابا أيضا القديس بولس السادس في عام 1965 بمناسبة اختتام المجمع الفاتيكاني الثاني أضاف أيضا إلى طلبة العذراء يا أم الكنيسة. اليوم البابا فرانسيس يضيف 3 تضرعات. الطلبة الأولى هي أم الرحمة وتجي مباشرة بعد أم الكنيسة، والثانية هي أم الرجاء وتجي بعد طلبة يا أم النعمة الإلهية، والثالثة تعزية وعون المهاجرين التي تجي مباشرة بعد يا ملجأ الخطأ. وتسلط رسالة مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار الضوء على أنه، تقول الرسالة، في الزمن الحاضر أيضا المطبوع بالشك والضياع، يشعر شعب الله بضرورة اللجوء المفعم بالمحبة والثقة إلى العذراء مريم. وفي هالسياق المطران آرتور، اللي هو أمين سر هذا المجمع واللي هو يوقع على هذه الرسالة، يقول يؤكد على هذا الرابط بين الروحانية وبين واقع الحياة اليومية. ويقول أيضا أنه صلاة المذبحة مثل ما نعلم هي صلاة قوية، وبالتالي فإنه ابتهالات العذراء مريم هي مهمة جدا لكل الذين يتألمون بسبب فيروس كورونا، ومن بينهم أيضا المهاجرين اللي تركوا أرضهم. تلاحظون أخوتي وأخواتي أن الصلاة هي حياة. هذا الحدث لهذا الأسبوع يبين لنا أن الصلاة هي حياة. لابد في زمن الوباء أن نجدد حتى طرق صلاتنا. هذا التغيير وهذه الإضافة التي أضافها قداسة البابا إلى طلبة العذراء تخلينا نعيد تفكيرنا في صلاتنا، ونفكر أن صلاتنا هي حياتنا. وبالتالي مثل كل مرة نطرح بعض التساؤلات التي ممكن تساعدنا على أن نراجع حياتنا. كيف كانت صلاتنا خلال هذه الفترة؟ لمن صلينا؟ ماذا كان مضمون صلاتنا؟ هل نعتبر الصلاة جامدة؟ أم حولنا كل واقعنا حتى في زمن الوباء إلى صلاة؟ خلونا نجاوب على هالأسئلة بصلاة إلى الله.